صيدايا روجي هشتي ايلول هشتي ايلول 2018 لقل دوستكي كرم لقل صاعق عدنان خلك بيروت بلي اما ديواري ويا اما الرياوية بلي اما يقل قلاتة قاهي مكان بويا بيقومان صيدايا أما جي طوبيكي كونا طوبيكي كونا دريجاي دو متر زيدة ترا اما قد تريا ريقاي قلات بواوي اوي بحل الجرابي وبيتش وقت الزيدة دبا اردانا وكو أمايا وكو مسمار إخستنا نيف درقا نيف دا لبردك ديك أخذنا نيف ديوار بو قائمي ديوار وكو لكردي دا هيا بيالين مرولة مرولة بيالين لكردي دا أويا دارك براست وراست بعمودي بخينا وديوار ديمك أويا داره که دریج دو سه متر دخن ناو دیوار دا هر دو ریزگ سه ریزگ دخن ناوی او پیالین دیمک اما لعماری کردی دا های وک زور جا بحثم کردوا درگاه که 4 متر پانه دیواری درگاه چونه جوروهی برد های متریک پانه شونه واره که زور گرنگه ام قلعه سیده جوانه او مرولايا اول بنايا دبينم ام جورا مرولتي دايا بس اشكانيان فرسيكان مرولا بكار هنا ون باوكو بحسم كليا لكردستان زورا هيا وكو بزماريك سري خرب بيخن ناو ديوار دا بلام لقلات دا نيا لكردستان بمشيوي قلاي صيدا او جورا مروليا جوانا بشواك منتظم نيا
هذه الأحجار التي رأسها دائرية كأنما هو مسمار، وأدخلوها في جدار هذه القلعة السيدة، هي لتقوية البناء. وفي العمارة الكردية يوجد من الخشب يسموها الأكراد مرولة، مرولة يدخل عمقا في الجدار لتقوية الجدار. أما الخشب الذي يوضع بين كل صفين من الجدران أو أكثر بصورة أفقية، وهي عمود خشب طويل بحوالي 3 أمتار أو أكثر، فيسميها الأكراد ديمك. ولم أجد في قلاع كردستان هذا النوع من مرولة مثل الموجودة في قلعة صيدا بصورة مكثفة، غير موجودة. وهذا المرولة موجودة في المباني التي تعود إلى العهد الفرثي، العهد الأشكاني، 129 سنة قبل الميلاد إلى 227 سنة بعد الميلاد، موجودة في كردستان في المباني والآثار الفرثية. ولكن مو مكثفة مثل ما هي موجودة في قلعة صيدا وبصورة مكثفة ومن حجر مغاير. أما نوسينيكا نوية وبزانم نوسينيكا هي قديمة بویاغی کردونه بای دیار ببه لم درگاه دایا که درگاه روجلاته، درگاه که روجلاته گوره یا ام درگاه دیواری زور استوره پتر به 2 متر مدينة صيدا في جنوب بيروت في لبنان. وقلعة صيدا هذه جزيرة في البحر. شو اسم هالجزيرة سيد عدنان؟ نعم. شو اسم الجزيرة؟ هي جزيرة صيدا. جزيرة صيدا يسمونها. قريبة من الساحل. عيد البيحة هون كان بس بالزمان صف البواخر هون ينزلوا المواد تبع ها. ينزل المواد إلى القلعة. يعني أكلهم شربهم الجيش السلاح قديما يصل السفن إلى بل من يردم يصل
السفن إلى القلعة في القديم، وهذا ميناء هسه الرصيف، هذا ميناء القلعة. هذا ميناء القلعة تصل إليها السفن محملة بالأرزاق والمواد الضرورية للقلعة. وصيدايا طلع السيدة وش ديماني الشارع فيها جوانكاري بناسازي تداهية، يعني فيها تزيينات معمارية متميزة لم أجدها في قلاع كردستان، مثل هذا الكتف الطالع والذي رأف مقدمته تتكون من أربعة أقسام: رباعية، ثلاثية، ثلاثية جميلة، هذه محجرة قديمة، محجرة قديمة استند على أعمدة حجرية طويلة من حجر آخر، يحتمل جدا أنه جرانيت، من الجرانيت. وهذا حمام، هذا حمام أمام الحمام، أمام الباب حديد. هذا حمام هنا على هذا الحجر كانوا يغسلون أنفسهم، وهذه هي بواري الحديدية، الماء كان ينزل إلى الحمام. هذا هو الخلاء، صف الحمام. لقد مرت القلعة بأدوار تاريخية وتعميرية أيضا، هذا حمام آخر. الأسس، أسس عبارة عن أحجار، هذا الجانب الغربي عن أحجار كبيرة، بعضها حوالي أكثر ما يقارب 4 أمتار،
يقرب من 4 أمتار، وسخنه عبارة عن حوالي 90 سنتيمتر. گرانیتی زور جوانیشن برده گرانیتن او هندکیان در هناون بس بقدر از توری دیوار خراوتن او دیوار بله اما هند طوپن ها طوپن طوفي قديما طوفي قديما اما جيغوي شاركردنا بتيرو بتير چنكا جيغوي ان تسكا او بنجرانا اما تماشا اما استونكي جرانيتي زور زور جوانا بگو من ام بشه به ناچه لکاتی او بشانه دیگه به عینه و کم مسماره خراوت ناوی او سرکشی خراوت و کم بنی بزماره که بنی کشی خراوت و کم بنی بزمار ایتر نازانم لپیش فرسیکان دولتان دیگه کامیان ام مرولیه بکار هنوان اما یا بقدر دیوارن بقدر دیوارن لبرده که جاوازن بو تقویه دیوارکان ها سرکه جوکو سر مسمارن هذه المروله هي مسامير معمارية تدخل في الجدار بقدر سخن الجدار ورأسه يعني مو بدايته هي مثل رأس المسمار يعني بداية المسمار مسامير. وكنت أعتبر سابقا أن الدولة الأشكانية هي التي ابتكرت هذه المسامير المعمارية التي تدخل عمقا في الجدران، ولكن إن قلعة صيدا التي تكثر في القسم الشرقي منها هذه المسامير المعمارية جعلني أشك في بداية تاريخ هذا النموذج المعماري. شاهدت هذه القلعة كثيرا من جرائم البشر وقتل البشر بعضهم بأيدي البعض الآخر. وقد زهقت أرواح كثيرة في هذه القلعة نتيجة الحروب الناشبة بين الدول المتعددة في غابر الزمن.